بالنسبة للخيار اللي قدام حضراتكم بيسجل النهاردة حوالي يعني 12 جنيه للكيلو الواحد، يعني الخيار البلدي اللي قدام حضراتكم بيسجل النهاردة 12 جنيه. يمكن إقبال المواطنين النهاردة وحركة البيع والشراء شغالة بشكل كويس، يعني متوسط ولا هو كبير ولا هو قليل. بنتابع مع حضراتكم النهاردة أسعار الخضار في أحد أسواق محافظة البحيرة. الخيار اللي قدام حضراتكم بيسجل 12 جنيه للكيلو الواحد، والبطاطا اللي قدام حضراتكم بتسجل النهاردة الكيلو ونص بعشرة، والكوسة برضو اللي قدام حضراتكم في حدود 10 جنيه للكيلو الواحد، والبتنجان بيسجل النهاردة برضو في حدود 10 جنيه للكيلو الواحد، بتنجان الرومي بيسجل النهاردة 10 جنيه، والطماطم يعني النهاردة بتسجل فيه نوعين، النوع بعشرة وفي الكيلو بعشرة، وفي النوع تاني الكيلو بخمسة، وده على حسب جودة المنتج اللي بتقدم لحضراتكم. يمكن الطماطم برضو من أكتر الحاجات اللي شهدت ارتفاع في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، الكيلو عامل 10 جنيه، وفي أنواع تانية يعني اللي جودتها أقل عاملة 5 جنيه للكيلو الواحد. برضو الشطة الخضراء اللي قدام حضراتكم بتسجل النهاردة 10 جنيه للكيلو الواحد، زي ما حضراتكم شايفين كده. بنتابع مع حضراتكم اسعار الخضار النهارده في احد اسواق محافظه البحيره. كان الشطه اللي قدام حضراتكم النهارده بتسجل 10 جنيه للكيلو الواحد. اهلا بكم متابعي فيتو، بنرحب بحضراتكم في كل مكان. يعني هنتابع مع حضراتكم اسعار الخضروات النهارده في احد اسواق محافظه البحيره. يعني البصل بيشهد ارتفاع خلال الفتره الاخيره، بيسجل النهارده من 20 ل 22 جنيه بالنسبه للكيلو الواحد. البصل اللي قدام حضراتكم يعني خلال الفترة الأخيرة ارتفع في الأسعار، وصل يعني ل 22 جنيه بالنسبة للكيلو الواحد. وكمان البطاطس اللي قدام حضراتكم النهاردة بتسجل 12 جنيه للكيلو الواحد، بطاطس التحمير اللي قدام حضراتكم بتسجل النهاردة 12 جنيه. يمكن كانت خلال الفترة الأخيرة بتسجل 10 جنيه، ولكن مؤخرا ارتفعت فيها الأسعار ووصلت ل 12 جنيه. والبطاطا اللي قدام حضراتكم يعني برضه موجودة في الأسواق، بتسجل النهاردة حوالي يعني الكيلو ونص بعشرة، عاملة في حدود من 6.5 ل 7 جنيه للكيلو الواحد. في